خسرنا اللقاء اللي ما كانش خصنا نخسره. هو اللي كاين يعني كنا منعرج، كنا تنستعدينا بما فيه الكفايه، كان عندنا تخوف هو اللي وقعنا فيه. يعني احنا باش نذكركم بان منذ 5 مارس جرينا الدوره 20، يعني فوالا فيت لو كونت، شوفوا شحال هذه ما لعبناش. غاب يعني غاب ايقاع ديال التنافس، كنا خفنا منه، ظهر في الماتش ديال بركان في اخر الدقائق خانتنا التنافسيه، لاننا كنا توقفنا 5 اسابيع، دابا توقفنا 2 اسابيع لاسباب يعني كلشي الجميع يعلموها. اظن بانه بدايه المقابله سيناريو كارثي، هدفين في يعني في 8 دقائق، هذا دليل قاطع بان ما كانش دخول، ما كانش تركيز بما فيه الكفايه، يعني اخطاء بدائيه فرديه اللي ما كناش منتظرينها. انا ما تلومش اللاعبين، لا، اظن بانه انا اتحمل المسؤوليه كامله. حاولنا نرجعوا في اللقاء، كذلك احنا كنا تنعرفوا فريق طنجه يعني فريق جريح، يعني بعد خساره في مدينه الرباط امام الجيش بالرباعيه، كنا تنتظروا رده فعل كذلك مع تغيير المدرب السيد بيدرو بن علي، كنا تنتظروا باش تكون واحد رده فعل ديال الكبرياء، يعني عندي كليك بسيكولوجيك كما يقال. كنا درنا تغييرات اظن في الوقت المناسب، لكن اظن انه تراجع يعني محقوم. اتحاد طنجه بغاو يحافظوا على 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 النتيجه، على النتيجه يعني تكتلوا بكتله، لعبوا في فترات كثيره من اللاعب كانوا تيدافعوا بخمسه ديال المدافعين، يعني مساله زعما عادي، احنا ما تلومهمش على هذا. احنا دخلنا مهاجم ثاني، دخلنا كذلك لاعبين بحس هجومي في الاطراف، وفي 40 امتار الاخيره كنا ما تنتخذوش القرار المناسب. اظن بانه كان تسرع في انهاء الهجمه، كذلك اللاعب الطويل في المرتدات انهكنا، يعني خصنا نكونوا اللاعبين كنا جرينا كثير في هذه المباراه، جرينا كثير. اظن بانه هزيمه خصنا نجوزوها يعني اولا ذهنيا، لان مباراه الرجاء يوم الاثنين ستكون اقوى، يعني في مركب الجميع تعرفوا بانه تكون يعني جماهير كثيره. اظن بانه خصنا تكون عندنا واحد رده فعل ديال الكبرياء. لا الوم اللاعبين، اظن بانه ما كانش في الميم ايطا ديسبري، ما لعبوش بنفس الحماس، ما لعبوش بنفس التركيز المعتاد، يعني ليطا ديسبري ديالهم كانت مختلفه. اليوم انا اعلم الاسباب، لاسباب خارجيه ما عندهاش علاقه بالكره. اظن بانه انا الاوان اعتذر للانصار، خيبناهم في هذه الليله الرمضانيه داخل الملعب الشرفي، تنظلم جميع مكونات النادي والمدينه يلتفوا حول الفريق. لا شيء حسيم، صعود المقابلات متبقيه 27 نقطه، لا شيء حسيم.